أهلا وسهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات المجلة السعودية. مساء الخير للي عندهم مساء، وصباح الخير للي عندهم صباح، ويا أهلا وسهلا في الدكتور خالد معانا. وأول فقرة من فقرات سؤال الأسبوع. هلا وسهلا بعماد. أنا اليوم اخترت لك سؤال يا دكتور من الأسئلة اللي تجينا باستمرار، والكثير سواء من المسيحيين أو غير المسيحيين يسألون عنها، وخاصة في حواراتنا مع أهلنا وإخواننا. نعم. المسلمين يقولوا أنتوا تقولوا أو تدعون أنه القرآن فيه آيات تحث على العنف والكراهية، مع أنه القارئ للكتاب المقدس العهد القديم يجد فيه أيضا الكثير من آيات أو قصص العنف. فأنتوا كيف تقولوا شيء وعندكم شيء مخالف له؟ فودي اليوم يا دكتور توضح بشكل إيجابي توضيحية عن هذا السؤال عشان أنا وغيري والمشاهدين يستفيدون من هذا الرد. آمين. سؤالك مهم جدا. تعليم المسيح واضحة، ومفروض تعليم المسيح ما تتعارض مع تعليم العهد القديم. أمين. المسيح يقول أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم في متى 5:44. فلما نشوف الأحداث اللي صارت والحروب اللي صارت، ملك ضد ملك أو أمة ضد أمة صارت في العهد القديم، هذه الكتاب المقدس يذكر لك إياها على أنه حدث تاريخي صار فعلا. مش معناته أنه ربنا مؤيد له، بالعكس ربنا يقول لك أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم عشان تعيش بسلام مع الآخرين. أمين. إذن لا يوجد في العهد القديم أو الجديد ما يدعو إلى العنف؟ لا، تعليم المسيح واضحة، لا يوجد شيء يدعو إلى العنف. لا. طيب إذن كيف نبرر أو نجد تبرير للحملات الصليبية وحروب أمريكا والقنابل الذرية اللي ألقيت على هيروشيما وناكازاكي؟ كيف طيب تبررها؟ طيب شوف يا اخوي عماد، تفضل. الحين هذه الحروب الصليبيه شيء بالتاريخ وصار ما حد ينكره، شايف، حملت اسم الصليب، لكن ما لها دعوه بالصليب. لا المسيحي يدانيها ولا المسلم يدانيها ولا اليهودي يدانيها، كلهم عانوا منها. نعم. لها اهداف سياسيه ترى. نعم. شايف، ف انت لما تيجي تحكم على شيء ما تحكم على تصرفات الناس، ولكن تحكم على التعليم حق الكتاب المقدس، صح ولا؟ امين امين. غير انه برضو يذكر لنا التاريخ يا دكتور انه جزء كبير من التحالف اللي عرف لاحقا بالحملات الصليبيه هو كان جزء كبير من الدفاع عن الاراضي المقدسه اللي كانوا الحجاج يتعرضون فيه كثيرا من المسلمين. هذه زي ما يقول كان جزء منها، فكان في جزء منها دفاع وجزء سياسي. لكن طبعا انت معك حق اكيد و100%. احنا هنا ممكن نقول هذيل الافراد الاشخاص اخطاوا في حملاتهم وحروبهم، لكن هذا الشيء لا يلام فيه الكتاب المقدس، ولكن يلام فيه السياسيين او الاشخاص اللي قاموا بالعمل، لانه ما في رابط بين الاثنين. صحيح. نعم. يعني هم لقوها زي حجة واستغلوا الموقف يعني. طيب احنا كمسيحيين كيف نتصرف مع الموضوع هذا يا دكتور؟ المسيح تعليمه واضحة، قال لك ايش؟ احبوا اعدائكم، باركوا لعينكم، شايف؟ نعم. فانت لما يكون في عندك عدو وتعامله بالحسنى، شايف، حينقلب. امين. حيحس بتأنيب الضمير، فهمت علي شلون؟ لكن لو انت تحب اللي يحبك، ما هو طبيعي، هذا شيء طبيعي. نعم. الإنسان الطبيعي يحب هذا، ربنا يبغاك تكون فوق الطبيعي، تكون إنسان سماوي. نعم. هل في، طيب في هذا المجال، هل تحب تعطي نصيحة أخيرة يا دكتور للمشاهدين يستفيدون منها ولنا نستفيد منها؟ نعم. ممكن تساعدنا في فهم الموضوع وفي إدراكه، في 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 التوسع إدراكنا لمحبة المسيح مثلا. أكيد. الحين لما تيجي انت تبغى تحكم على الشيء، ما تحكم على تصرفات الناس، ولكن تحكم على التعاليم. لما تيجي على الكتاب المقدس او المسيحيين تقول لي شوف المسيحيين يسووا عنف وما ادري ايش، لا، ما تحكم على تصرفات الناس، ولكن تحكم على الكتاب، ايش هو يقول الكتاب.
الناس ما عم يطبقوا تعاليم المسيح بشكل صحيح. آمين آمين نعم. آمين. هل إذا الخلاصة في 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 الجواب يا دكتور، اسمح لي لو أنا حجمع إجابتك، حقول إذا إنه العهد القديم لا يوجد فيه عنف، وإلهنا إله محب، ما دعا لا في السابق ولا في الوقت الحاضر لأي عنف، لأن إله محبة ورئيس السلام له كل المجد، الإله المحب أمس واليوم وإلى الأبد وإلى آخر الوقت، هو إلهنا المحب. أكيد. نفسي يا دكتور أنك تختم هذه الفقرة، وقبل ما نرجع ونلتقي فيك بعدها بفقرتك الخاصة، تصلي لنا لهذا الموضوع وتصلي للمحبة والفهم، أنه ربنا يعطي الناس فهم لمحبة الله الكبير. آمين. نصلي، نقول ارفع يدك معي يا عماد ونصلي جماعا، وأخواتنا المشاهدين يصلوا معنا كمان، ونقول يا رب أعطينا، فتح عيون أذهاننا عشان نقدر نشوف إرادتك الصالحة من جهتنا، ونسمع وصاياك بالشكل الصحيح ونطبقها بحياتنا. يا يسوع تعالوا أملك على قلوبنا بسلامك، سلام المسيح، ليس كما يعطي العالم ولكن كما تعطي أنت، سلاما تعطينا، سلاما تترك لنا. يا يسوع أنت السلام الحقيقي، فأملك فينا وعلمنا كيف نحب أعدائنا ونغفر لهم ونحبهم ونسامحهم عشان يتغيروا ويجوا يعرفوك ويخلصوا ويصيروا أهلنا وأخوتنا في الإيمان. فأصلي لكل إنسان عم يشوف هذه الحلقة باسم يسوع المسيح. آمين.